بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خلصت الحلقة على التلفزيون ودون اللقاء الحصري اللي بنقول عليه كل يوم مع شباب المنتدى على عمر خالد دوت نت حصريا. والحقيقة بعد الحلقة بتتكلم كانت ابذل الحب واعطي الحب. أنا عايز الحقيقة في القطعة دي عندي نصيحتين، نصيحة للآباء ونصيحة للشباب خاصة بالحب. أما النصيحة للآباء، تعاملوا مع أولادكم بحب قوي. الشباب عايز اللي يحبه، عايز اللي يطبطب عليه، عايز اللي يحتضنه. والحقيقة علشان أكون يعني، أنا في قصة بتأثر بيها قوي بتحكي لي. عندنا مؤسسة في إنجلترا اسمها رايت ستارت، لعلكم سمعتوا عنها. بتشتغل معنا واحدة اسمها نيلم. نيلم مسلمة بريطانية باكستانية أصلا، ونيلم شغالة في قسم عندنا في رايت ستارت، مساعدة السيدات الأمهات المسلمات اللي موجودة في بريطانيا اللي ولادهم بيشربوا مخدرات أو بيعملوا جرائم، أو الأمهات دول بيبقوا بيتعذبوا قوي وبيعانوا يعني معاناة شديدة. فاحنا عاملين قسم للرعاية بيهم، مسؤولة عنه نيلم دي. بتحكي لي نيلم وهي متخصصة يعني دارسة في الجامعة موضوع العلاقات الاجتماعية والتعاملات والكلام ده. فنيلم بتحكي لي، بتقول لي كان في أم باكستانية استعانت بيها مسلمة عايشة في بريطانيا، بتقول لها ابني بيشرب مخدرات وأنا هطرده من البيت، لازم يطرد، لأن عنده أخين تانيين أصغر منه هيفسدهم هيضيعهم والبيت هينهار، فأنا عشان أحافظ على الاثنين أنا هطرده. فبتسأل نيلم بتقول لها مش صح اللي انا بعمله ولا غلط؟ فنيلم ردت عليها وقالت لها انت اخر مرة قلتي لابنك انا بحبك امتى؟ قلت لها بحبه ايه؟ ده عايز يضرب بالجزمة تقولي لي بحبه فين بحبه؟ قلت لها اخر مرة قلتي له بحبك امتى؟ فالست قالت لها مش فاكرة. قلت لها مش فاكرة قلتي لابنك وانت ام؟ قلت لها مش فاكرة. قلت لها روحي النهاردة قولي لابنك انا بحبك. قلت لها مش هقدر اقولها، تخيلوا مش هقدر اقول له انا بحبك. قلت لها ممكن تروحي وتجربي، خدي نية كده وروحي قولي لابنك جربي بس. فالست بتحكي لنيلم بعد كده ان هي خدت راحت، قعدوا على الغدا على ترابيزة السفرة، قعدت تبص للولد مش قادرة تقول له انا بحبك، وهو الولد طبعا تخيله 18 او 19 سنة وبيشرب مخدرات وهو كده فبيقول لها انت بتبصي لي كده ليه؟ عمالة تبص له مش قادرة تقول، بيقول لها انت بتبصي لي كده ليه؟ فجمعت نيتها وجمدت قلبها كده وبصت له وقالت له انت لازم تعرف ان انا بحبك عشان انت حتة مني، بحبك من غير شروط عشان انت حتة، بحبك انت ابني. بتقول الولد عيط وقام قايم وحضنها، اتحول بكلمة سحرية بحبك، حضنها وقعد يعيط. هي بتقول هو ما سابش المخدرات، لكن دي كانت أول مرة يوافق إنه يبدأ العلاج. شفتوا الكلمة السحرية دي؟ يا آباء يا أمهات، طبطبوا على أولادكم بالذات بناتكم، عاملوهم بحب، عاملوهم بعاطفة، عاملوهم بود. دي الخاطرة الأولى أو دي الفكرة الأولى اللي بقولها للآباء. الفكرة الثانية عن الحب للشباب، يا شباب ويا بنات، بالذات يا بنات، اوعي وانت غير قادرة على الجواز تروح العاطفة بتاعتك في سكة صحوبية وانت لسه 17 و16 و18 سنة، هتخسري كتير والله، هتخسري قلبك وهتتكسري. والولد بعد كده بيعرف يغير حياته ويتنقل، رغم انه فيهم بيتعب برضه، لكن انت هتتكسري اكتر وهتتوجعي اكتر وهتتألمي اكتر. بلاش الصحوبية يا بنات، بلاش الصحوبية يا شباب. طب وانت عمال تكلمنا طول الحلقة على الحب، اودي الحب ده فين؟ ودي الحب، طلع العاطفة بتاعت الحب، طلعي العاطفة بتاعت الحب في حاجات أخرى خيرية، أطفال أيتام، مساكين، قرى فقيرة، طلعي في العمل الخيري، كوني مريمية. فاكرين لما كنا بنقول زمان في قصص القرآن الجزء الأول على السيدة مريم كوني مريمية؟ يعني إيه كوني مريمية؟ السيدة مريم فتاة كلها عاطفة، طلعت العاطفة بتاعتها فين؟ طلعت العاطفة بتاعتها في العمل الخيري، خدمة بيت المقدس، وطلعت العاطفة بتاعتها في العبادة، حب الله. ممكن يا بنات أنت عندك وحدات حب زيادة،
يعني إذا قلنا إن كل كائن من الكائنات اللي أو كل إنسان في مرحلة سنية عنده صفة مميزة، يعني الأطفال الصفة المميزة الضحك واللعب والمرح، دي الصفة بتاعتهم، والرجالة الكبار في السن الوقار والفكر طب البنات من سن 15 16 ل 22 إيه الصفة المميزة؟ كتلة عاطفة. يعني لو انا العاطفه عندي 10 وحدات 10 يونت ومش عارف عند مين 15 يونت، عند البنات في السن ده 100 وحده. ال 100 وحده دي محتاجه تطلعهم حب، هطلعهم فين؟ بلاش في الصحوبيه، هتتعبي ارجوكي ما تعمليش كده. امال اطلعهم فين؟ طلعيهم في سكك اخرى. سكك اخرى زي ايه؟ طلعيهم في عمل خيري، ادخلي معانا النهارده وادخل معانا النهارده، طلع عاطفه الحب في حب رسول الله، ادخل على اهو حاجه عمليه، تيجوا نحول الكلام ده لكلام عملي فوري لكل الشباب، طلع عاطفه الحب بتاعتك طول رمضان في حب رسول الله. ادخل على عمري خالد دوت نت، ادخل على حته اسمها على خطى الحبيب، بلوك على عمري خالد دوت نت، هتلاقي ورش عمل كتيره قوي 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 موجوده على الموقع. ورش العمل دي عباره عن بنحط لكم مقطع عن الرسول صلى الله عليه وسلم من سيره النبي، ماشيين بالترتيب كل يوم كل يوم كل يوم بنحط مقطع ونقول لكم يلا ادخلوا قسموا نفسكم في ورش العمل، طلعوا الاف الافكار والخواطر والقصص والاشياء الجميله في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نعمل أكبر موقع موسوعي معاصر سهل نوريه ونترجمه للعالم كله في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيجوا نطلع عاطفتنا في رمضان، عاطفة الحب في موقع على خطى الحبيب اللي على عمري خالد دوت نت، تيجوا نعمل الحكاية دي وأنا معاكم طول الليل، تيجوا ننوي النية دي إن أنا هطلع عاطفتي في رمضان في حبك يا رسول الله، وتقابليه تقولي يا رسول الله أنا كان عندي 100 وحدة حب طلعتها في حبك. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في الفكرة دي؟ عاطفة الحب اللي جوايا مش هوديها في حرام ولا هوديها غلط، وهحافظ عليها وهي تعباني لأنها كتير. طب هعمل فيها ايه؟ لازم يتفتح لها مجرى تتصرف فيها، لأنها لو ما تفتح لهاش قناة تطلع فيها هتعب زيادة وهكتئب. رحلة للسعادة، ابذل الحب. طب اطلع الحب ازاي؟ رحلة للسعادة عنوانها ابذل الحب. طب هطلعه ازاي؟ تيجي نبذل الحب طول الشهر على عمري خالد دوت نت في خطى الحبيب. يلا الليله دي وانا معاكم، وانا كمان اطلع عاطفه الحب بتاعتي تجاهه، ونقعد نقول كده في حبك يا رسول الله بحب رسول الله فعملت الحكايه دي. يلا نشتغل مع بعض، ربنا يفتح عليكم الليله دي مع بعض ان شاء الله، وتقولوا تعليقاتكم على الحلقه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.